لقد تأسس هذا الوطن، وطن المهاجرين والأنصار، على قيم الأخوة والمساواة في الحقوق والواجبات والتسامح والوحدة الوطنية المقدسة التي نعتز بها، والتي تشكل إحدى الركائز الرئيسية في قوة هذا البلد ومناعته. فهذا هو الأردن، وطن العربي وملاذ أحرار الأمة، والمواطنة الحقيقية عندي هي الإيمان بهذا الوطن والانتماء إليه بغض النظر عما سوى ذلك من الاعتبارات. فنحن بنو هاشم لا نطلب غير رضاه سبحانه وتعالى وتوفيقه حتى نظل قادرين على أداء الواجب في هذه الحياة الدنيا، ثم لقاء وجهه مع الشهداء الأبرار والأخيار من عباده الصالحين. إن الرضا لا يغمر الناس، لأن الذي كابدنا وكافحنا وخططنا من أجله على مدى سنوات الرفقة الطويلة العزيزة على قلبي قد تحقق منه الكثير بتوفيق من الله سبحانه. فهذا الوطن الذي عشت له ما عشت بين أصحاب الجبال العالية والهامات التي لا تنحني لغير الله سبحانه، سيظل عصيا على كل الاعاصير وعصيا على كل قوى الشر، وسأظل حريصا على مصلحة الوطن فردا وجماعة الى ان القى وجه الله وكتابي بيميني عنده تعالى، فالله من وراء القصد